في هذه اللحظة تتمت انطلاقة الشوط الثاني لفئة القعدان من مسافة 1500 متر اللي في أول المراكز. هذا هو حبيب للسيد عبد الله بن سالم البخيت في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن رغم محجوب عني والسلل وانتزع المركز الثاني، هذا هو شعار اللفجح مع متعب للسيد هادي بن سالم باللفجح المري مع حبيب مع متعب تسلل مباشرة لأول المراكز، أما اللي في ثالث المراكز مشرف لسيد حمد بن راشد بن شابي للمري في هذه اللحظة، في ثالث المراكز رابع المراكز الباز للسيد علي بن حمد الناصر من رابع المراكز إلى أول المراكز مباشرة مع السيد موسى حسن موسى في التضمير، وخامس المراكز الشاهين لسيد حسن بن حبتر المريخي في هذه اللحظة في خامس المراكز. اللي في أول المراكز هذا هو متعب لسيد هادي بن سالم باللفجح المري في أول المراكز، ثاني المراكز الباز لسيد علي بن حمد الناصر في ثاني المراكز، وصل إلى أول المراكز، ثالث المراكز هذا هو حبيب لسيد عبد الله بن سالم البخيت في ثالث المراكز، رابع المراكز مشرف لسيد حمد بن راشد بن شابل المري، وفي رابع المراكز اللي واصل في هذا الحزم تعود ملكية الحزم للسيد راشد بن بطي الزعبي من خامس المراكز مباشرة نتسلل إلى أول المراكز. ما شاء الله على هذه الانطلاقة مع الحزم للسيد راشد بن بطي الزعبي في هذه اللحظات في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا الباز للسيد علي بن حمد الناصر في ثاني المراكز، ولكن الحزم سيطرة تامة وانتزع المركز الأول للسيد راشد بن بطي الزعبي في هذه اللحظات مع الحزم، وهذه النقطة الثانية للسيد راشد بن بطي الزعبي على فوز، تهانين على فوز الحزم بالمركز الأول. أما اللي في ثاني المراكز هذا الباز للسيد علي بن حمد الناصر، في ثالث المراكز حبيب للسيد عبد الله بن سالم البخيت. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:13 78 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للسيد راشد بن مطي الزعبي على فوز الحزم بالمركز الأول.